أنا الملك اللي بيخدمكم، أنتوا عايزين ملك أنتوا اللي تخدموه. أنا الملك اللي بديكم، أنتوا عايزين ملك تدوه، أنتوا اللي تدوه. أنا الحب اللي جرح علشانكم، لكن أنتوا بتدوروا على كل حب يجرحكم. أنا الينبوع اللي بيطلع مية يرويكم، وسبتونه دايرين تدوروا على أبار مشققة لا تضبط ماء. أدي الفرق بين الاتنين، أدي الفرق بين الاتنين. يأخذ بنيكم يجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه. يعني تشوف أولادك بيرمحوا ويجروا قدام الملك زي الخدمين، وانتوا فرحانين بالملك. الإنسان بيدور على ذل نفسه. يجعل لنفسه من أولادكم رؤساء ألوف ورؤساء خمسين. إيه رأيكم؟ لما الملك يطلب ولادكم عشان يشتغلوا عنده تقدروا تقولوا لا؟ طب مش هتتحرموا من أولادكم؟ هتقدروا تقولوا للملك لأولادكم اللي بيخدوه ادهم مرتب كذا؟ لو ما ادهمش ولا مليم تقدروا تفتحوا بقكم؟ لا. يجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خمسين يحرسون حراسته ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه. يعني بقوا عبارة عن عبيد ليه. خدتوا ملك خلى أولادكم عبيد. ويأخذ بناتكم عطارات. يعني ايه عطارات؟ لا، خدامة تكنس وتنظف تخلي البيت ريحته كده حلوة. كلمة كانوا زمان يسموا الخدامة اللي تكنس وتكنح وتمسح وتنفض، كانوا يسموها ايه؟ العطارة للبيت، اللي هي بتشيل التراب وبتهوي الدنيا وتفتح وتعمل. شيل كلمة عطارات واكتب خدمات وطبخات وخبازات. كل ده هياخدهم من ولادكم، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم. ياخدها ازاي؟ الملك عايز يعمل حفلة، عايز عنب، يبعت أتاوى للي عنده زيتون واللي عنده عنب، ابعت لي كذا، ابعت الملك طالب كذا والملك طالب كذا. في حفلة عاملها الملك، يبقى لازم انتوا اللي تقوموا بإيه؟ بإن تدفعوا الحاجة. يأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجوتها ويعطيها لعبيده. يعني تفتكر الملك هيعمل يكون جيش؟ الجيش ده اللي هيسمع كلام الملك ويقول له يمين يمين شمال شمال هياكل منين؟ ما هو من الشعب، انتوا اللي هتدفعوا. وياخدوا العشور اللي احنا بنسميها ايه؟ الضريبة، الضرائب. مش بتتخصم مننا ضرائب؟ هو الضرائب دي. يعشر زرعكم وكرومكم ويعطي لخصيان وعبيده. الملك الحقيقي اللي جالكم ما خدش منكم حاجة، اداكم وما خدش، غسل لكم رجليكم، وهو السيد مش طلب منكم انكم تغسلوا له رجليكم، لأنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله. حدش يقدر يقول للملك لا. يعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا، فتصرخون في ذلك اليوم